السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كده كلكم تكونوا بخير بإذن الله وصحة جيدة. ان شاء الله نبدأ شغلنا بإذن الله في الترم الثاني. احنا كنا خلصنا في الترم الاول اول وحدتين في المنهج اللي هم كانوا 5 دروس، اتكلمنا فيهم عن انواع التنمية الاقتصادية والبشرية والمستدامة ومقاومتها والكلام ده. ان شاء الله الوحدة بقى جديدة ان شاء الله اللي معانا الترم ده، اللي هي الوحدة الثالثة بعنوان جغرافيا التنمية الاقتصادية. هنتكلم بقى فيها عن التنمية الاقتصادية والفرق بينها وبين النمو الاقتصادي وهكذا. ده كده بسرعة عرض للدروس بتاعتها، هي فيها 4 دروس. أول درس اسمه ماهية التنمية الاقتصادية. الدرس الثاني هنتكلم فيه عن التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية كمان. الدرس الثالث هنتكلم فيه عن التنمية الصناعية ومشكلاتها ومقوماتها وازاي نحل المشكلات دي. والدرس الرابع هيتكلم على التنمية السياحية، وهنطبق او يعني هناخد نموذج على الكلام ده اللي هي في منطقة الوطن العربي. تمام؟ طيب، الدرس الاولاني هو زي ما احنا قلنا اسمه ماهية التنمية الاقتصادية. الاولى قبل ما نعرف يعني ايه كلمة تنمية اقتصادية، هنعرف الاول في مصطلح كده لازم نعرفه، حاجة اسمه النمو الاقتصادي. تمام؟ يبقى في كده مصطلحين نعرفهم، النمو الاقتصادي الاول وبعد كده التنمية الاقتصادية. لو بصيت للتعريفين دول او المصطلحين دول هتحس ان التنمية اشمل شوية واعم من النمو الاقتصادي، وهنشوف بقى من خلال التعريفات دي الكلام ده يمشي ازاي. ده تعريف النمو الاقتصادي، مقصود بيه او يقصد بيه حدوث زيادة في اجمالي الناتج المحلي، والذي يؤدي الى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. طيب نترجم كده سنة سنة. زيادة في إجمالي الناتج المحلي، كنا خدنا الناتج المحلي أو الدخل القومي في الترم الأول، قلنا الدخل القومي اللي هو الدخول أو الفلوس اللي بتيجي من مشروعات مختلفة ومن قطاعات مختلفة، يعني الفلوس اللي بتيجي من الزراعة ومن الصناعة ومن التجارة والسياحة وغيرها وغيرها. فلما يحصل زيادة في كل قطاع من دول، الإجمالي التوتال كله هيبقى إجمالي الناتج المحلي أو اللي هو الدخل القومي، وده هيؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. يعني ببساطة خالص، لما الدخل القومي هيزيد هتلاقي دخل الفرد اللي هو المرتبات هتزيد هي كمان. وضربت لك مثال، قلت لك لما بابا مرتبه بيزيد أو بيجي له دخل معين من أي حاجة، أنت طبيعي بتقول لبابا طب أنا عايز زيادة مصروفي أو عايز مكافأة ولا عايز هدية نتيجة الزيادة اللي حصلت لك دي. تمام؟ يبقى كده النمو الاقتصادي الناتج المحلي بيزيد، وده بيزود نصيب الفرد من الدخل القومي. طب ما ده شيء كويس، بس لو بصينا بقى للتنمية هتلاقي الموضوع أشمل وأعم شوية. نقراها وبعدين نترجمها. يقول لك عملية متعددة الأبعاد تتضمن إحداث تغييرات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والعدالة في التوزيع وتحسين مستوى المعيشة، وبمقتضاها يعني عن طريقها أو من نتائجها يتم الانتقال من مرحلة أو من حالة التأخر لحالة التقدم. طيب نترجم الكلام المكتوب قدامنا. عملية متعددة الأبعاد، يعني أنا لما باجي أنمي بنمي الهيكل الاقتصادي، زراعة، صناعة، تجارة، سياحة، نقل، مواصلات، بنمي الجانب الاجتماعي اللي هو التعليم والأمن والصحة، بنمي الجانب السياسي يبقى فيه استقرار سياسي، جانب إداري اللي هي الأمور الإدارية في البلد أو اللي هي الروتين والكلام ده، هنعرفه إن شاء الله من معوقات التنمية الاقتصادية. يبقى أنا هنا لما قلت لك التنمية أشمل، لأن أنا بعمل تنمية في كل قطاعات الدولة اللي إحنا كنا خدناها برضو في الترم الأولاني، موضوع اللي هو لما كنا خدنا التكامل والاستدامة والشمولية، لما إحنا قلنا لازم التنمية تشمل كل قطاعات الدولة. عشان كده قلت لك التنمية أشمل شوية ومفهومها أعم من النمو الاقتصادي. النمو ده أنا ممكن أعمل مشروع صغير كده في قطاع الزراعة، حاجة صغيرة في الصناعة، حاجة صغيرة في النقل والمواصلات، حاجة صغيرة في السياحة، وده هيجيب لي دخل، مش هنقول مش هنجيب، بس هيبقى دخل قليل وعلى مدى قليل. لكن هنا بقول تغييرات جذرية في الهيكل، يعني أنا بغير الأسلوب اللي أنا بشتغل بيه في الزراعة تماما، بعمل اساليب بقى حديثه في كل المجالات، في مجال الزراعه يعني بستخدم اسمده كويسه، بعمل حاجه اسمها دوره زراعيه، بعمل حاجه كتير. يبقى انا كده بعمل تغيير جذري في الزراعه، في الصناعه، في النقل والمواصلات، في الجانب الاجتماعي بعمل تغيير جذري في الصحه،
والتعليم، يبقى الكلام ده هيعيش معايا فترة طويلة. هو يحتاج مني وقت شوية عشان أعمله، بس هيعيش معايا فترة أطول. تمام، عشان كده بقول لك مما يؤدي في زيادة الدخل القومي. طب يا مستر إيه الفرق كده بين النمو والتنمية؟ فوق إن الناتج أو الدخل لما بيزيد نصيب الفرد بيزيد وخلاص. هنا في حاجة مهمة قوي يا شباب لازم تفهموها، إن الدخل القومي لما بيزيد لازم يبقى في حاجة اسمها عدالة في التوزيع. يعني إيه يا مستر عدالة في التوزيع؟ يعني خير البلد ودخل البلد وفلوس البلد تتوزع على الناس كلها، ما ينفعش تبقى في إيد مجموعة ومجموعة لأ. زي ما خدت زمان كده في ثالثة إعدادي كان في حاجة عندك اسمها الإقطاع أو اللي هو احتكار رأس المال. كنا قلنا إن في فئة معينة، مجموعة صغيرة، هي اللي معاها المال، هي اللي معاها السلطة، هي اللي معاها الأرض الزراعية، فده ما اسموش عدالة في التوزيع. فالتنمية يبقى النمو الاقتصادي ممكن ما يحققش عدالة في التوزيع، لكن التنمية بتحقق عدالة في التوزيع. الدخل ده هيروح لكل الناس وكل الشعب، وبالتالي هيحسن مستوى المعيشة بمقتضاها. يعني عن طريقها هيتم بقى الانتقال من حالة التأخر لحالة التقدم، أحوال البلد في كل المجالات هتزيد. يبقى زي ما قلت لك كده التنمية أشمل وأعم بكتير من النمو الاقتصادي. طيب هتلاقي برضو مقارنة كده صغيرة برضو جايبها لك من كتاب المدرسة ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. هناخد تقريبا من التعريفات اللي احنا قلناها من شوية. هنا بيقول يتمثل في حدوث تغييرات كمية في بعض الجوانب الاقتصادية. تغييرات كمية يعني بسيطة، زي ما قلت لك بستصلح مثلا 1000 فدان في الزراعة، لكن التنمية بستصلح 1000000 فدان. النمو ممكن اعمل مصنع 2 3، لكن في التنمية بعمل مدينة صناعية كاملة. فهنا تغيرات كمية يعني حاجات بسيطة خالص في النمو. التنمية بقى تغيرات كمية ونوعية. الكم أكبر، زي ما قلت لك بدل مثلا ما استصلح 1000 فدان استصلح 1000000 فدان. والاهتمام بالتغيرات النوعية اللي هو بقى الجودة. أنا في النمو ممكن استصلح أراضي كتير وأطلع محصول بس مش قد كده، لكن التنمية الاقتصادية نوعية المحاصيل تبقى جيدة وكويسة. وده برضو ان شاء الله هنعرفه بالتفصيل لما نيجي نتكلم في الزراعه. طيب النمو الاقتصادي يتمثل في حدوث زياده في ثروه المجتمع فقط. ثروه المجتمع هتزيد، بس هنا ما قلناش هتروح لمين وما تروحش لمين. تمام، هنا بقى في التنميه الاقتصاديه لا ترتبط بزياده ثروه المجتمع فقط، ولكن يجب ان يصاحب هذه الزياده عداله في التوزيع. زي ما احنا قلنا خير البلد يروح للناس كلها مش لفئه وفئه لا، وده هيؤدي ارتفاع مستوى المعيشه. طيب النمو الاقتصادي يحدث على المدى القصير. زي ما قلت لك هعمل مشروع صغير مش هياخد مني وقت ولا مجهود، هيتم بسرعه. لكن التنميه الاقتصاديه لما بعمل تغييرات جذريه فده طبعا بيبقى على المدى الطويل، بياخد وقت شويه لكن بعد كده بيفضل معايا فتره اطول وبيحقق لي التنميه المستدامه. يعني بحقق مطالب الاجيال اللي عايشه دلوقتي وبرضه بحقق مطالب الاجيال القادمه. يبقى نقدر نقول التنميه الاقتصاديه ممكن تحقق لي تنميه مستدامه. تمام، طيب نشوف اللي بعد كده. هنتكلم بقى عن التنميه الاقتصاديه شويه. هنا بيقول لك انها بتشكل عنصر اساسي في خطط اي دوله، لان لازم اي دوله بتحط لنفسها خطه عشان تعمل موضوع التنميه، فهي بمثابه محرك للتطور الاقتصادي. لان لما اعمل تنميه هيحصل تطور اقتصادي في الدوله، وده هيوفر فرص عمل وهيوفر حياه افضل. طبعا الحاجات دي يا اولاد انا جايبها لكم من كتاب المدرسه، عشان زي ما قلت لك ما اجيبلكش باسلوب مختلف وبعدين لما تيجي تذاكر من كتاب المدرسه تلاقي كلام مختلف عن اللي انا شرحته، بحيث يبقى كده المصدر معانا واحد، لان هو ده المرجع بتاعنا في الاخر. طيب بيقول لك بقى عشان تضع اي دوله استراتيجيتها، كلمه استراتيجيه يا شباب يعني خطط. عشان اي دوله تحط الخطط بتاعتها للتنميه المستقبليه، اولا هتحدد الموارد والثروات التي لديها واحتياجاتها المستقبله او المستقبليه. هفكرك بحاجه، لما كنا في الترم الاول في الدرس الاولاني خالص كنا قلنا ان في علاقه بين التنميه والجغرافيا. لما قلت لك مفيش تنميه بدون جغرافيا، وقلنا السبب في كده ان الجغرافيا هتحدد لك او هتدي لك داتا عن الموارد اللي عندك، تقول لك والله انت عندك ارض ينفع زراعتها، عندك غابات ممكن نستخرج منها موارد، عندك معادن في الحته الفلانيه، عندك مصادر طاقه في الحته الفلانيه. يبقى انا عشان اعمل تنميه لازم احدد الموارد اللي عندي. على اساس الموارد دي ابدا احط المشروعات اللي اعملها. بمعنى ما ينفعش مثلا اقول انا
هعمل هستصلح مثلا 1,000,000 فدان، وبعدين اجي ادور في الاراضي اللي عندي ما الاقيش مساحه تكفي الكلام ده، يبقى انا كده حطيت خطه على الفاضي. لا، يبقى انا الاول اشوف ايه امكانياتي، وعلى هذه الامكانيات ابدا احط الخطه بتاعتي. مثال برضو تاني حتى من حياتنا، انت مثلا عايز تروح مثلا رحله مع اصحابك شرم، ما ينفعش تقول طيب انا تتفق بقى مع اصحابك يا جماعه، يا شباب احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي نطلع مع بعض نقعد اسبوع ونسافر بكذا وكذا وكذا، وبعدين تيجي تشوف مواردك الماليه وفلوسك ما تلاقيش تكفي. يبقى انت حطيت الخطه الاول من غير ما تشوف مواردك الاول. لا، تشوف مواردك الاول وبعدين تحط الخطه على اساسها، هو ده اللي انا بتكلم فيه. يبقى دلوقتي الدوله بتحدد الموارد المتاحه عندها وتبدا تحط على اساس كده الخطه اللي هتشتغل عليها. طيب بعد ما عرفنا الموارد واحتياجاتنا، نبدا بقى نشوف المشكلات اللي ممكن تقابلني وانا بستغل هذه الموارد. يعني مثلا عندي مساحه ارض يمكن استصلاحها، مساحات ضخمه جدا، ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه، لكن ما عنديش الميه الكفايه اللي تكفي الارض دي، يبقى انا عندي المورد بس عندي مشكله. تمام. التنميه الاقتصاديه بقى بتقول لك كده انا عرفت المورد اللي عندك، نحاول بقى نبحث عن حلول لتحقيق التنميه المنشوده او التنميه اللي انت عايز تعملها. يبقى انا دلوقتي بعرف اهو الموارد والثروات اللي عندي، وبعدين احدد المشكلات اللي ممكن تقابلني، وبعدين ابدا ادور عن حلول لتحقيق التنميه دي. تمام. يبقى دي ده عشان احط خطه للتنميه لازم هعمل الخطوتين دول. طيب نشوف اللي بعد كده بيقول ايه. بيتكلم على خصائص التنميه الاقتصاديه. خصائصها ايه؟ هتلاقي حاجات كلها باللوجيك وحاجات بديهيه خالص. اول حاجه وفيها يمكن ليها علاقه باللي احنا خدناه في الترم الاولاني، اول حاجه عمليه موجهه ومخططه لتحقيق غايات واهداف المجتمع واشباع حاجاته. بمعنى ان انا زي ما قلت لك في من شويه، عشان اعمل تنميه لازم اخطط، احط خطه، وعشان احط خطه لازم اعرف الموارد بتاعتي. مثلا عرفت ان انا عندي مساحه ارض يمكن استصلاحها، يبقى معنى كده الخطه بتاعتي هبدا اوجهها، ده معنى كلمه عمليه موجهه، هبدا اوجهها للزراعه. عندي مثلا اماكن فيها معادن، يبقى احط خطه لاستخراج المعادن دي، يبقى انا كده بدات اوجه خطتي لقطاع التعدين وهكذا. يبقى عمليه موجهه ولازم تكون مخططه، ما ينفعش الموضوع يتم بعشوائيه. طيب الحاجه الثانيه، عملية تحقق نمو متواصل ومستمر من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها. زي ما احنا خدنا برضو في الترم الاول، لازم ان انا احافظ على المورد بتاعي اللي هي التنمية المستدامة، ان انا بحافظ على المورد ومن الاستنزاف، يعني ما باخدوش بقعد استهلكه واستهلك استهلك لغاية ما يخلص. لا، زي ما قلت لكم مثلا الحديد بستهلك بكميات معينة بحيث يعيش معايا اطول فترة ممكنة، بوجد له بديل للحديد، وقلنا كمان حاجه اسمها اعاده التدوير الريسايكلينج عشان احافظ على المورد ده. يبقى هنا لما انا بحافظ على المورد اصبحت التنميه هنا عمليه تحقق نموا متواصلا ومستمرا، مش هتقف ومش هتخلص. طيب الحاجه الثالثه، عمليه مجتمعيه تشارك فيها جميع فئات وقطاعات المجتمع، وده برضه اللي احنا قلنا عليه موضوع التكامل والشموليه، ان لازم كل المجتمع وكل القطاعات تشارك في موضوع التنمية. طيب تحقق توازنا بين القطاعات الاقتصادية في المجتمع، زي برضو ما قلنا في الترم الاول، لازم ما ينفعش اهتم بالزراعة واسيب الصناعة، او اهتم بالتجارة واسيب النقل والمواصلات. كل القطاعات بحط لها خطة معينة، وكل القطاعات بيتم تنميتها مع بعض. الحاجة الاخيرة، تحقق قدر من العدالة، وده لسه قايلينه من شوية برضو، في توزيع الدخول والخدمات بين افراد المجتمع. التنمية دي بتحقق زي ما قلت لكم العداله الاجتماعيه بين كل افراد المجتمع، ما ينفعش مجموعه تستفيد والمجموعه الثانيه لا. يبقى كده خصائص التنميه، عمليه موجهه ومخططه بتحقق نمو متواصل لان انا بحافظ على الموارد اللي عندي، يبقى كده في تنميه مستدامه وفي تنميه بيئيه كمان في النقطه دي ليها علاقه بالاثنين دول. عمليه مجتمعيه اللي احنا قلنا اللي هي موضوع الشموليه والتكامل، توازن بين قطاعات مختلفه برضه شموليه وتكامل، والعداله الاجتماعيه زي ما احنا قلناها من شويه. طيب ايه بعد كده عندي؟ ايه يا مستر ده السلايد فاضي يا مستر، ايه الكلام ده؟ لا بص يا جميل، اهي مقومات التنميه الاقتصاديه. مقوماتها يعني العوامل اللي هتساعدني ان انا يبقى عندي تنميه اقتصاديه. اول حاجه عندك مقومات طبيعيه
ودي بقى زي ما احنا نقول كده بالبلد، يعني كل بلد ورزقها في الموارد اللي عندها، بس في موارد لا يمكن الاستغناء عنها اقول لك عليها دلوقتي. القوى البشرية، لا تنمية بدون بشر، مبدأ مهم جدا بنحطه سوا هينفعنا في المنهج كله. ما ينفعش تنمية بدون بشر، يعني هقول لك مثال، ما ينفعش مثلا اجيب خشب ومسامير وغيره وشاكوش واحطهم كده واقول في اوضه مقفوله واقول انا عايز مثلا بعد ساعه الاقي ترابيزه. ايوه ماشي، ما الحاجه عندي، لكن فين البني ادم اللي هيعمل الكلام ده؟ يبقى هنا لا تنميه بدون بشر. المبدا الثالث او المقاوم الثالث، راس المال والتكنولوجيا. ما فيش مشروع في الدنيا هيتم من غير راس مال. ده اللي عايز يعني يعمل مشروع صغير وان شاء الله كشك حتى في الشارع محتاج فلوس، صح؟ التكنولوجيا بقى اللي هي بتعمل عندي مشروعات جيدة وكويسة، اللي هي الاستخدام الأساليب الحديثة في كل المجالات، زراعة بقى وصناعة وتجارة وكل حاجة. التكنولوجيا دي محتاجة رأس مال في الأول، بس لما بوفرها بعد كده بتحقق لي تنمية سريعة ومستمرة لأطول فترة ممكنة. طيب نشوف الموارد الطبيعية يا شباب، زي ما قلت لكم لا غنى عنها في أي دولة من الدول. تربة خصبة عشان الزراعة، ثروة معدنية عشان الصناعة، مصادر طاقة عشان الزراعة والصناعة. طب يا مستر أنا كنت سمعت كده معلومة بتقول إن اليابان تقريبا ما عندهاش الكلام ده. اليابان متقدمة ليه؟ اليابان متقدمة ليه؟ لأنها عندها قوة بشرية. العقل البشري عندها عقل جبار، حتى إحنا بنشوف دايما على الفيس يقول لك ده كوكب اليابان الشقيق. العقل الياباني استغل الموارد البسيطة أوي 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 اللي عنده، طور نفسه وحقق دخل كويس. بالدخل بتاعه او الفلوس بتاعته بدأ يشتري اللي هو عاوزه من بره، ما بقتش فارقه معاهم خلاص. يعني الموارد اللي عندهم القليله خالص هو مش فارقه معاهم، لان معاه فلوس بيشتري. تمام؟ فاذا كانت اليابان ما عندهاش الكلام ده او قدراتها الطبيعيه قليله، بس العقل البشري عندها حاجه يعني ايه ما توصفتش. طيب الحاجه الثانيه هي القوه البشريه، زي ما قلت لك السكان يعني اساس التنميه الاقتصاديه، وده برضه نقدر نقول مثال على الصين. الصين مع ان عددها كبير جدا، مليار تقريبا و200 مليون تقريبا، وقدرت تستغل القوى البشريه دي كلها في التنميه، وقدرت تحقق عندها مشروعات ضخمه قوي. وطبعا قدرت زي ما انتم عارفين المنتجات الصينيه بتغزو العالم كله دلوقتي، يعني هي مش عندنا احنا بس، لا ده بتروح اوروبا وتروح امريكا، بس طبعا بيبقى الكواليتي بتاعها اعلى شويه من عندنا. طيب الحاجه الثالثه، راس المال والتكنولوجيا المتطوره. يقول لك رأس المال مهم أو شرط مهم لتنفيذ أي مشروع، زي ما قلت لك مفيش مشروع هيحصل أو يتم من غير رأس مال، من غير فلوس مستحيل. الحاجة التانية استخدام التقنيات الحديثة والأساليب التكنولوجيا المتطورة، ده هيوفر لي وقت إن عملية التنمية هتتم بسرعة. هي محتاجة فلوس بس هتوفر وقت، وفي نفس الوقت هتديني الكم والنوعية الكويسة اللي احنا قلناها من خصائص التنميه الاقتصاديه، انها تغييرات في الكم والنوع. تمام؟ او الكم والكيف، يعني بتديني كم كبير وفي نفس الوقت الكواليتي بتاع المنتج اللي عندي اذا كان في اي مجال بقى بيبقى الكواليتي بتاعته عاليه قوي. تمام؟ دي اسمها كده مقومات التنميه الاقتصاديه. طيب يا مستر السلايد برضه فاضيه؟ لا. دي بقى اللي هي معوقات التنميه الايه؟ الاقتصاديه. يعني مش هتقل عليكم النهارده، خدنا كده تقريبا نص الدرس، ان شاء الله باذن الله في النص الثاني هنبدا نتكلم على معوقات التنميه الاقتصاديه او مشكلات التنميه الايه الاقتصاديه، وان شاء الله اشوفكم بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.